بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن الـ IP address بكل أنواعه وبكل تفاصيله. احنا عارفين الـ IP address هو لي 2 version حاليا، اللي هو IP version 4 و IP version 6. فهنا انت مثلا عندك input عايز تدخل في IP address، والفرق ما بين الـ IP address اللي هو version 4 و version 6 ان ده مثلا 8 خانات وده 4 خانات. فبالتالي انا جهزت اي بي ادرس ريكوست وجهزت الانبوت بتاعي، حطيته هنا في الفورم بتاعي عادي جدا. لو دخلت اي فورمات تعال نشوف هيقبل ويعدي، لان هو مفيش اي تحقق. لما اجي هنا بكل بساطه اتحقق واقول له ان ده اي بي فيرجن 4، اي ان القيمه اللي جايه هتهالي لي اي بي ادرس من نوع فيرجن 4. لاحظ اي بي يعني يجب ان يكون الاي بي ادرس عنوان اي بي فيرجن 4 صحيح. فبالتالي لو قلت له مثلا 192.168.1.1 هياخد القيمه ومفيش اي مشكله وهيكون valid. طيب لو جيت اجرب ان انا اضيف اي بي فيرجن 6، يعني جينا هنا كده وعملنا، انا طبعا جبته ده اوتوماتيك بس من على اي صفحه عشان بس اجرب بيه، ده الفورمات بتاع الاي بي فيرجن 6. فبالتالي بعمل اد، لاحظ هيقول لي يجب ان يكون عنوان الاي بي ادرس فيرجن اي بي فيرجن 4. فبالتالي لو جيت هنا قلت له والله ان هو 6 اي بي فيرجن 6 هيقبل ويفاليد ويعدي، ما فيش مشكله خالص. طيب لو جيت عملت العكس وضفت له اللي هي 192 مثلا، ده مثلا اي بي فيرجن 4، او ممكن تضيف سب نت ماسك، فنجرب يعني سب نت ماسك اللي هو معروف اللي هو 255.255.255.0، ده عشان بس انت ده هنقول ان هي كونفيجريشن خاصه بالراوتر او باللوكال نتورك عندك. فده بس الفرق ما بين الاي بي فيرجن 4 او الاي بي فيرجن 6. طيب لو انا عايز اعمل ميكس ما بين الاثنين، هل ان انا يعني يجب ان انا اقول اي بي فيرجن 6 واي بي فيرجن 4 بالشكل ده؟ اكيد ده غير منطق، لان هو يحصل كونفيوزد هنا ما بين الرول وبعضها. طب احل المشكله دي ازاي؟ ان انا عايز يكون يا اما يكون اي بي فيرجن 4 او 6 يبقى في ميكسد ما بينهم ده او ده، فقط اقول له اي بي و احط بقى سواء كان سبنت ماسك او احط البروتوكول اللي انا عايزه هي فاليد. لو جيت حطيت مثلا اللي هو 6 او فيرجن 6 هي فاليد برضو يعدي، مفيش اي مشكله خالص. لكن لو جيت بقى حطيت ارقام بس هيقول لي ان هو، لو تلاحظ يجب ان يكون اي بي ادرس عنوان اي بي صحيحا. فلو حطيت له بقى سواء كان لوكال هوست ولا كان اي بي ادرس او كان سب نت ماسك او كان حتى اي بي فيرجن 6 هي فاليد ويعدي ومفيش اي مشكله خالص. ونقف لحد كده ونتكمل في درس جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.